احتضن ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى لقاء متأخر لحساب الجولة 9 ذهاب وجمع مستقبل مرسى بالنجم الساحلي بإدارة الحكم مصطفى بن يعقوب وساعدوه كمال عبد المؤمن وفتحي عكار. أمطار غزيرة أثرت على أرضية الميدان وأيضا على أداء اللاعبين. 14 دقيقة لعب في الشوط الأول، هدف أول النجم بعد تسديدة أولى من حكيم البرقي، ثم كانديا تراوري كرة تضرب في وليد قداش وتغالط الحارس جاسم الخلوفي. بين الشوطين كرمت الهيئة المديرة لمستقبل المرسى ممثلة في المدرب توفيق بن عثمان المدرب عبد المجيد الشتالي، وذكريات الأرجنتين 78 لا زالت في البال. في الشوط الثاني تحصل النجم على فرصة أخرى، كرة ثابتة من زبير بيا وبيكور بلقطة فنية كورته على العارضة. دقيقة 20 أتيحت فرصة تعديل النتيجة لأبناء المرسى، الفرصة تضيع على المغرب الهيرش بعد تمهيد من وليد الشتاوي. 25 دقيقة لعب في الشوط الثاني، نتابعوا جيدا هذه العملية اللي صاحبها احتجاج من أبناء المرسى وطالبوا على إثرها بضرب الجزاء بعد سقوط يوسف المويهبي إثر التحام مع المدافع قيس الزواغي. تدخل اعتبره الحكم بن يعقوب شرعي. هدف لصفر هي النتيجة النهائية للمباراة لصالح النجم الساحلي. حضرات السادة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قمة لقاءات الجولة العاشرة لبطولة القسم الوطني أليف لكرة القدم، طبعا إلى جانب قمة رادس بين الترجي والنادي الإفريقي، النجم الرياضي الساحلي صاحب الطليعة يستضيف النادي الرياضي الصفاقسي ويدير هذا اللقاء الثاني في تحكيم من لوكسمبورغ. لأول مرة في تونس أدير لقاء يعتبر درجي. يقود سيد ويلمس لوك بمساعدة مونغان فرانسوا ونوبر لوك. حكم رابع هو سيد هشام جيراد. إذا ضربة البداية كانت لصالح النادي الرياضي الصفاقسي، والهجوم عن طريق عماد المهذبي لصالح النجم، والركنية الأولى في اللقاء لصالح النجم الرياضي الساحلي. طبعا النجم يسعى للمحافظة على طليعة الترتيب وتدعيم انتصار يوم الخميس والتصويبة الأولى جانبية بقليل باهية من زبير بيا. التصويبة الأولى والفرصة الأولى في المباراة لصالح النجم الرياضي الساحلي، والإعادة من زاوية أخرى وما كانتش بعيدة، واصطدام عفوي بين أحمد الجواشي وكانديا تراوري. والفرصة الأولى إذن لصالح النجم منذ الدقيقة الثانية. كرة في اتجاه كانديا تراوري والتدخل الدفاعي، كرة في الركنية تتنفذ ثنائية زبير بيا عماد المهذبي. التوزيع والتسديدة الأولى والتدخل، كرة في الركنية أو ضربة مرمى، تصويبة رأسية كانت، والحارس أحمد الجواشي على مرتين. هذه الإعادة أوبياكور وأحمد الجواشي على مرتين أو كانديا تراوري. أمير الحاج مسعود مع جمال خشارب، عملية 1-2 وتدخل الحكم يقول ثم مخالفة لصالح هيكل قمامدية. 10 دقائق لعب منذ انطلاق المباراة، لا تغيير في النتيجة، تعادل بدون أهداف بين الفريقين. تنفيذ المخالفة من أمير الحاج مسعود، كنترجع عن طريق كريم بن عمر، جمال خشارب، ما ثماش تسلل، هيكل قمامدية يوزع، هيكل قمامدية في اتجاه جونيور والدفاع.
لكن مختي ياخذها باب مالك. باب مالك يتخلص باب مالك وحاول يدخل لكن سريعة في دين الحارس ايجيد اوستين. اوستين بسرعة يرجع كورة على مستوى مناطق النادي الرئيس فاقسي. زبير بيا الى كانديا تراوري والتصويب من بعيد وبعيدة من كانديا تراوري. تنفيذ التماس بسرعة في اتجاه زبير بيا كجناحين. زبير بيا التوزيع والدفاع ملتف. دفاع النادي الرئيس فاقسي باب مالك ابراهيم ابا. باب مالك الى هشام خشارب يرفع كرة على مستوى وسط الميدان تمشي لابراهيم ابا. مروان البكري مع اللاعب شاكر البرقاوي. والمخالفة مخالفة يعلن عنها الحكم. تنفيذ المخالفة ترجع من دفاع النجم الرياضي الساحلي يعكس الهجوم عماد لماذ وما ثماش تسلل. زبير بيع زبير بيع التسديد على العارضة ممتازة المحاولة ما زالت متواصلة التوزيع واستماتة الدفاعية ما زالت كرة وزع والبرة الكرة اذا اخطر فرصة على الاطلاق هذه الاعادة باليمين والقائم الايسر لمرمى الحارس احمد الجواشي كان في الموعد. اعادة من زاوية اخرى مع مطلع الدقيقة 21 ابرز فرصة عملية تكسير خطة التسلل. التعويض باش يتم الان. كريم بن عمر يخرج وياخو مكانه جمال خشارب. مروان البكري الى محمد الميلادي مخطئة من محمد الميلادي ياخذها اللاعب جمال خشارب في اتجاه هيكل الجمامدية يتبع فيه قيس الزواغي يدخل مناطق الجزاء والتسديد جانبية بقليل خطيرة العملية امكن للحارس ايجيد اوستين باش يلمس الكرة يحول وجهة الكرة الى ركنية. خطير التوغل كان من جانب هيكل الجمامدية هذه الاعادة والتسديدة متاعو يلمسها الحارس اوستين تتنفذ ثنائية الجمامدية داخل مناطق الجزاء يوزع ومن جديد الحارس اوستين من جديد الحارس ايجيد اوستين بهتة في دفاع النجم وفي مناسبتين الحارس ايجي دوستين ينقذ فريقه. اعادة من زاوية اخرى تتنفذ ترجع من الدفاع جمال خشارب خلي كرة في الوسط الى وسام العابدي. وسام العابدي في اتجاه انيس بوجلبان البرة. عماد المهذبي يتبع فيه شاكر البرقاوي ترجع كرة لصالح النادي الرياضي الصفاقسي في اتجاه اللاعب جونيور ما ثماش تسلل. جونيور جونيور ممتاز الحارس ايجي دوستين ممتاز الحارس ايجي دوستين تباطؤ من اكوي جونيور والحارس اوستين ينقذ فريقه من هدف ربما كاد يكون محقق. ترجع كرة ايضا للعب عن طريق قيس الزواغي. قيس الزواغي في اتجاه كانديا تراوري. كانديا تراوري كجناح ايمن. كانديا تراوري التوزيع ممتاز احمد الجواشي امام زبير بيا. ربما زبير بيا ما التقطش الكرة بالكيفية اللي كان يحب عليها. في موقع مناسب جدا كان واحمد الجواشي كان في الموعد. انيس بوجلبان في هجوم لصالح النادي الرياضي الصفاقسي باش يسدد وترجع له الكره. الضغط متواصل شاكر البرقاوي الى امير الحاج مسعود في اتجاه انيس بوجلبان. التوزيع من انيس بوجلبان
وخطيره ثم جمال غشارم وجينيور داخل مناطق الجزاء والتسديد والهدف الاول. الهدف الاول لصالح النادي الرياضي الصفاقسي من جمال غشارم. هفوه وسوء تمركز دفاعي وجمال غشارم يتمكن من افتتاح النتيجه في 40 دقيقه لعب. افتتاح النتيجه اذا لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. افتتاح النتيجة في الدقيقة الأربعين. النادي الرياضي الصفاقسي بعد محاولتين يتمكن إذن من افتتاح النتيجة. وكان ديتراوري في هجوم والتوزيع وخطيرة العملية ما زالت متواصلة لصالح النجم وتمركز تجمع عدد كبير من اللاعبين والحكم يدخل يتواصل اللعب. أبناء النجم يطالبوا بضربة جزاء لكن الحكم يقول يتواصل اللعب. صعود كلي للهجوم من جانب أبناء النجم وتراجع كلي من جانب أبناء النادي الصفاقسي. التنفيذ وأحمد الجواشي والأوبيا كور جانبية. إيسوس باغي بالفعل آخر من لمس الكرة لكن الكرة بتاعه كانت جانبية. والحكم لوكسمبورغ يعلن عن نهاية الشوط الأول بتقدم النادي الرياضي الصفاقسي هدف مقابل صفر. انطلاق الشوط الثاني في الملعب الأولمبي بسوسة بين النجم الرياضي الساحلي والنادي الرياضي الصفاقسي على نتيجة هدف مقابل صفر لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. والعملية الأولى لصالح النجم كان ديتراوري اش باش يعمل مرة أولى ومرة ثانية. التوزيع وأحمد الجواشي. أحمد الجواشي في الموعد. أوستين أوبياكور يلمس كرة بالرأس كان ديتراوري مع زبير بي. والتوزيع وأحمد الجواشي يلمس كرة ما خرجتش أو خرجت في الأخير. الإعادة شاف الحارس متقدم حاول يرفع بها الكرة وكادة تغالط أحمد الجواشي. تنفيذ الركنية وعلى العارضة مرة أولى ومرة ثانية والهدف. هدف التعديل لصالح النجم الرياضي الساحلي أوبياكور على مرتين. أوبياكور في الأخير يتمكن هذه الإعادة. تسديدة أولى على القائم الأيسر ثم كانتيا تراوري وأوبياكور هو آخر من يلمس الكرة. وأمير الحاج مسعود يخلي كرة في التماس تقطع في نسق اللعب الميلادي. التوزيع في اتجاه أوبياكور داخل مناطق الجزاء والهدف الثاني لكن ثم إشارة من الحكم المساعد نزول تسلل. هذه الإعادة توزيعة محمد الميلادي ترويض كرة من أوبياكور. التسديد مع مجدي تراوي زبير بيا. مجدي تراوي من جديد يوزع مجدي تراوي ياخذها بعد جمال خشارم والمطالبة بلمسة يد والحكم يقول يتواصل اللعب. مجدي تراوي عماد المهاذبي كجناح ايسر. التوزيع ممتازة العملية ممتازة التسديدة الرأسية فوق العارضة الأفقية بقليل من قيس الزواغي. هذه التوزيعة عماد المهاذبي والتسديدة الرأسية ما كانتش بعيدة برشا. ترجع كرة على مستوى وسط الميدان ياخذها زبير السافي إلى معاوية القادري. معاوية القادري يحاول يعكس الهجوم ويتوغل ويسدد والحارس أوستين. الحارس أوستين في الموقع المناسب يخلي كرة في الركنية. هجوم خطير لنادي الرياضي الصفاقسي. أمير الحاج مسعود طويلة في اتجاه زبير السافي خروج إيجي دوستين. والحكم يحتسب الآن لمسة يد.
التنفيذ فوق المرمى ومعها يطلق الحكم صافرة النهاية معلنا عن نهاية مباراة النادي الرياضي الصفاقسي والنجم الرياضي الساحلي بالتعادل هدف مقابل هدف. نتيجة عادلة لكن اتيحت فرصة أخيرة كان بإمكاننا التجسيم، كنا بإمكاننا الانتصار في اللقاء هذا. كان الشوط الأول ما كانش ممتاز بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي، ورغم اللي هدرنا فرص لكن في الشوط الثاني الأولاد معناها رجعوا في المقابلة، رجعوا المقابلة بسرعتهم بالفنيات بتاعهم، وصلنا بس سجلنا، وكذلك زاد الفرص اللي جاتنا ما سعفتناش، الكرة اللي ضربت على العارضة كنا النجم نسجله اليوم يستاهلوا معناها الأولاد باش نخرجوا بالانتصار على الأقل معناها 2-1. متصدر الترتيب يواجه الملاحقة المباشرة، مباراة قال عنها البعض من فئة الست نقاط، النجم الرياضي الساحلي النادي الإفريقي في الميدان الأولمبي لمدينة سوسة، الفرق التي لم تعرف تعمل هزيمة إلى حين هذه الجولة، الفرق اللي لديها أحسن خط هجوم. دقيقة كافية لمشاهدة أول محاولة جدية حكيم البرقي وأول تهديد لمرمى فخري بن عثمان. مخالفة للنادي الإفريقي، رمزي التوجاني في التوزيع، رأسية مؤطرة من باب توري. تقدم السنغالي في غياب القائد خالد المولي اللي جمعوا 3 إنذارات. الدقيقة 8 ثاني أبرز فرصة للنجم كان دياترا وري على الطائر. من فخري بن عثمان مرة أولى ومرة ثانية تقول كرة راجعة إثر حوار دفاعي، تصويبة وتألق لحارس الإفريقي وتألق فخري بن عثمان. ثواني قليلة بعد هذا زبير بيا مع حمدي المرزوقي، كرة قائد النجم ستصطدم بيامن بلزكي، ضربة جزاء لدى السيد السيم المرواني. الدقيقة 9 من هذا الشوط الأول في ثالث محاولة سيتولى التنفيذ عماد المهذبي. 1-0 عماد المهذبي، رويدا رويدا والهدف الأول. الإعادة لضربة جزاء تم تحويلها ببرود الدم كبيرة بإمضاء لاعب دولي اللي بصدد تقديم عروض قوية جدا عماد المهذبي. الأداء المباشر للإفريقي بحثا عن المهاجم الوحيد محمد السليتي، تدخل إيجي دوستين. حكم الساحة سليم المرواني يشير إلى مخالفة خارج المنطقة المحرمة على الصورة، العرض البطيء لمنطقة الاستدام بين المهاجم والحارس. ينفذ ثنائية ومع اللاعب 165 مباراة بطولة، خبرة السنوات الطويلة، زبير بيا في كل مواقع الهجوم. 1-2 ناجحة مع المهذبي، محاولة أولى. ضغط مستمر على دفاع الإفريقي، مرة ثانية زبير بيا، عملية تنتهي على كانديا تراوري. حكيم البرقي، زبير بيا، تمهيد لأوبياكور. النيجيري أوبياكور يتعجب، فمعليش لأنه ببساطة في قمة سوسة كان بإمكان النجم إنهاء التشويق مبكرا. إجابة النادي الإفريقي سريعة جدا، كرة من شكري الزعلاني لوسام بن يحيى. بعد غيابه عن جولة الأربعاء عودة وسام بن يحيى إلى التشكيلة وفرصة مهدورة للرجوع في قمة سوسة. في الوقت اللي يستمر فيه نشاط الجهة اليمنى، رمزي توجاني مرفوعة لأشرف الخلفاوي. 1-1 الإفريقي يعود بعد نوفمبر 2001 وإياب الموسم الماضي للمرة الثالثة، الخلفاوي يسجل ضد النجم. وهدف التعديل يظل لصالح النادي الإفريقي في ثلاث هذه الإعادة. بالفعل أشرف الخلفاوي حول وجهة الكرة بعد مخالفة رمزي التوجاني. بعد استراحة الشوطين ربع ساعة دون أي شيء تذكر. 6 إنذارات وزح
هذه الدقيقة 59 1-2 صابر فرج زبير بيا. صابر فرج كان ديا تراوري يلمس بذكاء لعماد المهذبي والهدف الثاني. الهدف الثاني من عماد المهذبي. الهدف الثاني في النجم يتقدم من جديد. تصبح ثنائية في رصيد عماد المهذبي. كرة تصل على الرجل المحبذة يسارية تغالط فخري بن عثمان. كان ديا تراوري كثير الحركة. مروان البكري تعويضا لعماد المهذبي اللي يغادر بعد ساعة من طراز رفيع. الزعلاني يضيع التعادل ويضيع بالتوازي ثاني هدف ليه بعد نجاحه ضد الأولمبي الباجي يوم الأربعاء. 3 دقائق قبل النهاية زبير بيا في زاوية الركنية عرضية ويأتي من الخلف صابر فرج. الهدف 3-1 بإمضاء مدافع النجم الرياضي الساحلي صابر فرج. دقيقتين بعد التوقيت القانوني. شكري زعلاني في حديث مع مساعد الحكم توفيق العجلقي. سيتم إنذار الزعلاني وهو الثاني يساوي إقصاء. النادي الإفريقي لم يخسر في سوسة منذ 9 سبتمبر 1999. الهزيمة الأولى هذا الموسم لأبناء فريق باب جديد. النجم أصر وكان له ما أراد. الأسبقية عن الملاحقين أصبحت ب5 نقاط. انتصار وبطولة الخريف هي الثالثة في 10 سنوات. فوز النجم الرياضي الساحلي بمثابة هدية آخر السنة لأحبائه. أجيال المحترفة تتحدث عن المباراة. زياد الجزيري، كريم السعيدي وكريم حقي. المباراة يعني كانت عادلة، يعني الفريق اللي كان خيره اللي خلق أكثر فرص واللي ربح. نجم الساحلي يعني يمر في فترة طيبة وقاعد يوري يعني برا في الميدان. الحاجة اللي فرحنا برشا هي حضور الجمهور، يعني نصور في كل مقابلة تلعب فيها اللي طوال فما جمهور وكل شيء، هذيك حاجة باهية وتفرحوا وإن شاء الله في خلاف فما كان خير إن شاء الله. وأنا حاسس ونشوف اللي طوال عارف كيفاش يربح الماتش وذيك حكام الكرة، يعني الكلوب لعبت ثم ربح ثم خسارة. وهنيئا لنجم الماري الساحلي. كان فرحان برشا على الجو اللي في استاد وتأثرت شوية معنا كرة جو كيف هكا وأصحابي يربحوا كل شيء، خاصة معنا نجم الساحلي هو الأول تو في الشامبيونا ويلعب على الشامبيونا، حاجة تفرح برشا. أي سجلنا أولا معناها على بداية المقابلة وسيناريو مش محبذ معناها لبعض اللي نسجلوا معناها في أول مقابلة. معناها كثروا علينا المخالفات بتاع النادي الافريقي جابوا هدف، لكن في الشوط الثاني حاولنا باش نلموا معناها نقاط القوه بتاعنا ونقاط الضعف بتاع النادي الافريقي وجسمنا معناها كما يقولوها الفرص اللي جاتنا. هذيك احكام الكوره راهو معناها مباراه فما فوات ومباراه اخرى ما فيهاش فوات. اليوم لها فوات كانوا فتال وقت اللي احنا ركزنا مليح معناها تيله الأربع أيام الأخرانين على الكرة الثابتة نتاع النجم الرياضي الساحلي، على التوش أيضا رمي التماس نتاع النجم الرياضي الساحلي. قلنا لهم أنه تحرك زبير بيا كيفاش يكون، قلنا لهم تحرك معناها سيسمو كيفاش المهذبي أيضا كيفاش يكون مالغري سا أون أيو ديبوت سور معناها أون توش سور أون بالاريتي اللي أكثر حاجة حضرناها في الأسبوع هذا هما الأشياء هذي.